أولى فقراتنا لحلقة اليوم راح تكون مع التوعية واللي تعتبر أساس السلامة المرورية وتجسد في شكلها ومضمونها الشراكة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطن وأيضا المقيم، وهو الأمر الذي يتم حاليا من خلال البرامج والأنشطة التوعوية اللي أطلقتها الإدارة العامة للمرور في إطار أسبوع المرور العربي، واللي جاء هذا العام تحت شعار ابدأ بنفسك كن ملتزما. ولمزيد من المعلومات حول فعالية أسبوع المرور ينضم لنا الملازم يوسف الجابري من إدارة الثقافة المرورية. صباح الخير والنور. صباح النور. صباح الملازم يوسف. طبعا في البداية ملازم ياريت تخبرنا عن أهمية إقامة أسابيع المرور العربية. بداية صباحكم الله بالخير وأشكركم على استضافتي برنامجكم المميز على بحرين. تتمثل أهمية إقامة أسابيع المرور العربية يعني كونها كمسار لنا تعاون العربي مشترك زين في نشر التوعية والثقافة المرورية من خلال يعني نشر الإحصائيات والحوادث الأليمة الأخيرة. يعني اجتمع وزراء الداخلية العرب وشافوا ان للاسف هناك يعني احصائيات مؤسفه يعني كبيره جدا. فتعمل الدول هذه العربيه يعني بحوث وكذا على اساس ان تفادى الامور هذه. نعم لازم يوسف يعني نتكلم عن شعار اسبوع المرور هذا العام ونتكلم عن مفهوم الشعار لهذا الاسبوع. شعار اسبوع المرور العربي ابدا بنفسك كن ملتزما هي رسالة موجهة لكافة مستخدمي الطريق. زين شنو مفهومه؟ يعني ابدأ بنفسك، يعني لا مدلول من رقابة ذاتية، يعني عليك أنت يا سايق يا مشاة يا مستخدم طريق تكون عندك رقابة ذاتية. احنا نفكر فيها يعني المشكلة المرورية هي مشكلة سلوكية بامتياز. بامتياز فاحنا هالمرة في شعارنا هذه نخاطب الإنسان ونقول له ترى المشكلة مو في الشوارع، ترى المشكلة أيوة موجودة داخلك. أيوة داخلك أنت لو عالجت نفسك لو شفت نفسك تش تسوي؟ فاستحالة حد يخالفك. مثلا أنت لو مشيت في دربك عادل ما حد بيخالفك. يعني في النهاية أن تراقب نفسك راقب نفسك تراقب الآخر. أيوة ولا تقول مثلا فلان يسوي كذي فلان يسوي، كون الأحسن أنت علم غيرك. صح ملازم، تكلمنا عن ماذا عدت إدارة المرور بالنسبة لهذه المناسبة؟ عدت الإدارة يعني إدارة الثقافة المرورية العديد من البرامج، أبرزها مشاركة وزارة التربية والتعليم في برنامج زدني علما أبني وطنا اللي في أرض المعارض. هاي إحنا شفناه بعد يوم معرض مروري مميز منه اللي هو محاضرة توعية في المدارس منها مدرسة المعرفة وحملات توعوية في الشوارع. عندكم مثلا حاليا وانا معاكم الشباب جزاهم الله خير يقومون بحملات توعويه فعند باب البحرين وفي شارع القضيبيه وغير هذه ان شاء الله باكر راح تكون حمله في معرض مروري في مجمع لولو هايبر. نعم يعني نتكلم اكثر عن طبعا مشاركتكم في معرض زدني علما ابني وطنا ودور طبعا الاداره العامه للمرور في الاضافه في هذا المعرض. دائما تحرص إدارة الثقافة المرورية يعني مشاركة مع وزارة التربية والتعليم في فعالياتهم وانشطاتهم. احنا نستهدف هني الطلاب الفئة المقبلة على الياسن وهم للحين توهم في بدايتهم ممكن. ايوه فشاركناهم في الفعالية هذه وغيرها من الفعاليات يعني والحمد لله الحمد هناك إقبال جماهيري كبير. يعني هذه بعض من اللقطات اللي نشاهدها من دور إدارة العامة للمرور في تثقيف وتوعية الطلاب في معرض زدني علما ابني وطنا. إيه نعم نشوف الإقبال كان عليها شديد. إقبال شديد نعم وغير من فعاليات نقوم فيها يعني يعني شلون درجة أهمية هذه الطلبة اللي توهم لحين مقبلين على المستقبل؟ وايد مهم. يعني احنا لو بالخاطر نوجه رساله لو واحد كبير في السن استيعابه غير عن يعني احنا نتحكي عن تنشئه الاجتماعيه. لانه تحاكي الطالب ممكن ابوه نتحكي ابو الطالب يسوي يعني سلوك مروري خاطئ فرضا يعني تجاوز خطا او شيء لو احنا علمنا وصغر ممكن هالطالب ذي نفسه يحرج ابوه
يحرج والدته، يحرج اللي معاه الكبير، فاحنا نأسسه، نأسسه ومخه نظيف يعني يبي ياخذ، يبي ياخذ يخطأ او يعني الوالد او الاب الابن ممكن يوعيه ويحرجه. ايوه فوايد يعني هالفئه هذه نستهدفها يعني نركز عليها لان من اهم الفئات عندنا، وغيره احنا نركز حتى على الاطفال في الرياض، الاطفال وهم صغار نركز عليهم تنشئتهم يعني شوي شوي ليفل ليفل. لازم طبعا انت ذكرت قبل شوي الحملات الميدانيه اللي تسوونها، قلت باب البحرين القضيبيه، يا ريت تكلمنا عن اهميه هذه الحملات الميدانيه، شنو يعني الهدف منها وشنو الرساله الموجهه من خلالها حق الناس الموجودين؟ الحملات الميدانيه هذه لها دور بارز في الاتصال المباشر بين رجال المرور والسواق، يعني تكون هناك علاقه حميميه. يعني للاسف احنا نشوف يعني بعض الناس يعني دائما يلوم المرور، يقول هذا لين مجرد يخالفون، هذا لين مجرد يتصيدون، هذا لين مجرد، يعني افكار خاطئه للاسف. فاحنا نحاول نولد علاقه، يعني في هذه الحمله هذه نفسها لما يجي لرجل المرور يقول يشوفه مثلا غلطان مخالف يوعيه يرشده ما يخالفه، كان ملتزم بالعكس يقول يعطيك العافيه انت كذا، يرفع معنويته. فنحاول نقوي علاقتنا مع الجمهور، ومنها بعد نوزع عليهم الهدايا، الكتيبات، التنويع، يعني هو تنويع في العمل، منها المعارض، منها في الشوارع، منها في المؤتمرات، فنحاول قد ما نقدر يعني نكسب رضا الجمهور. نعم، يعني لو نتكلم عن الفعالية الأخيرة اللي أنتم راح تقيمونها والفئة المستهدفة من خلال هذه الفعالية. فعالية مجمع اللولا هايبر اللي في الحد. هاي الفعالية الله يسلمك يعني جميع الفئات مستهدفة، الأطفال، الشباب، كبار السن، راح يكون معرض مروري هناك مميز، وحسب البرنامج يعني قد ما نقدر نحاول نشرح لهم، نسمع شكاويهم، نوضح لهم قانون المرور الجديد. راح يشاركونا إن شاء الله جمعية الهلال الأحمر، للأطفال راح تكون برامج مميزة من تلوين، من هدايا، يعني العديد من الجهات راح تشارك معكم في هذه الفعالية. أيوة، في جهات ممكن تذكرها لنا يعني إن متعاونين معاكم؟ منها جمعية الهلال الأحمر. احنا يعني مثل ما نعرف إدارة الثقافة المرورية هي سباقة في مجال التوعية المرورية، يا ريت يعني تحدثنا عن مشاريع التوعية المرورية بشكل عام عندكم. عندنا العديد من المشاريع، أبرزها نتحكي عن مشروع روضة المرور، النقل السليم، العبور السليم، استخدام السليم للدراجة الهوائية، إعداد حراس المدارس، التوعية المستمرة لطلاب الثانوية العامة، تركيز على الطلاب. زين، فلو تحكي عن النقل السليم يعني مو بتعال وشيل اللي هال، وصلتكم طبعا أخبار الحوادث المؤسفة سبت النقل. أيوة، فإحنا نعالج هالموضوع هذه قد ما نقدر. العبور السليم نفس الشيء، النزول من الايمن وكذا يعني نعلمهم. اعداد حراس المدارس لله الحمد يعني حاليا يعاونونا انهم حراس المدارس، ناهلهم، ندربهم شلون يحركون حركه السير، شلون يهتمون بالاطفال بالمرور. يعني ما مدى حرصكم على تنفيذ هذه القواعد التوعويه طبعا خاصه للاطفال وبشكل عام للسائقين او يعني مستخدمي الطريق بشكل عام؟ احنا عندنا حرص شديد يعني لدرجة ان الحين حاليا قاعد نشتغل على مناهج الاطفال، المناهج نشتغل عليها ونحاول نطورها اكثر واكثر. نعم. نتعلم من الدول الاوروبية المتقدمة، نشوف شنو من عندهم من تطوير في المناهج، و يعني قد ما نقدر نحرص في المناسبات هذه نستغلها ونسوي برامج زينة. نعم. حابة تخبرنا عن مشاريعكم المستقبلية للتثقيف المروري؟ يعني احنا عندنا مشاريع حاليه ومستقبليه. الحاليه لله الحمد الحين موضوع المحاضرات التوعويه، يعني اي وزاره اي مؤسسه سواء رسميه غير رسميه تطلب منه تعالوا حاضرونا، تعالوا وعونا، نروح لهم اللي عندهم. يعني تكلمنا عن التعاون ما بينكم وبين المؤسسات سواء من القطاع الحكومي او من القطاع الخاص. لله الحمد تعاون ممتاز، تعاون ممتاز يعني مع وزارة التربية والتعليم، مع القطاعات العامة، يعني عندنا مشاريع مستقبلية بتكون إن شاء الله مفاجأة لكم. زين، ف
فتعاون مثمر. طبعا ملازم يوسف، ما دام انت موجود معنا هنا، يا ريت تثقفنا شوي، تعطينا بعض النصائح حق الناس اللي قاعدين يتابعونا، يعني نعطيهم نصائح مروريه. نصائح مروريه صعبه نختزلها في جمله جملتين. يعني انا انصحهم، شو اقول لهم؟ يعني لا ياخذكم العنود. العنود يعني حبوا رجل المرور، فكروا الحين رجل المرور هل هو معاكم او عليكم؟ الرجال الحين قاعد يشتغل. نعم. لكم. فالسرعه على سبيل المثال، هل تسوى عليك مثلا تحل مسرع وشغف تلفونك لو مده 8 ثانيه، صادك حادث يسوى عليك العاهه المستديمه؟ يسوى عليك الاصابات هذه؟ ما تسوى. يعني حابه اضيف انه يعني لما الواحد يسرع اصلا ما يوصل المكان، يعني الفرق يمكن 4 دقائق 3 دقائق، أقل. ممكن تكون اقل من شوارع مملكتنا، ممكن انها صغيره. ولو نتكلم عن ابدأ بنفسك صح. مسألة أخلاقية، هاي اللي يثبت أن شعار هذا العام ممكن يكون أيوة. اختيار موفق بالفعل. أيوة، يعني مسألة أخلاقية، والمفروض أن تتفكر، يعني انسى موضوع المرور، انسى موضوع المخالفات، يعني خلك مع الجمهور نفسك وعدل، خلك مع نفسك، عدل نفسك، امش صح، انت في النهاية إنسان محترم مسلم كذا كذا، حتى وكان غير مسلم، بس الأخلاق. نعم. يعني انا الملازم يوسف، قبل ما نختم ودي ان نتكلم شوي عن العمل المروري والاداره العامه للمرور بشكل عام. دائما ما هناك شكاوي طبعا من قبل المواطنين او السائقين ان هناك في تاخير نوعا ما في اجراء المعاملات، في تاخير لما انت تزور المرور تبي تخلص معامله، يعني يبي لك يوم كامل لازم تاخذ اجازه من شغلك. جوابي على هالسؤال، يعني لو تفكر فيها الحين، تأخير وارد في كل مؤسسة، في كل مؤسسة أكيد. زين، يوم كامل غلطان فيها الصراحة. زين، يعني ممكن يكون عندنا المعاملة إنجازة مدة ساعة بالكثير، ساعة ساعة ونص، على ظروف نفس اللي جاي المراجع، ساعتي كأوراق ناقصة، ساعتي ك يعني ظروف العمل، يعني احنا إدارة العمل المرور نستقبل تقريبا مئات المراجعين يوميا. فيكون ضغط هائل، بس احنا نحاول قد ما نقدر نعطيهم احسن خدمه، وحاليا عندهم هو الخدمه الالكترونيه ممكن يستفيدون منها، فصار في توزيع شوي. ايوه، يعني ممكن يجدد لي سنه بالهذي بالانترنت، ممكن يدفع مخالفاته بالانترنت، لكنه ما زال مصر على الطريقه التقليديه، مع انه ايسر له وهو قاعد في بيته بتلفونه بالكمبيوتر يقدر يحل هذه. واي واحد عنده يعني مثلا شكوى سوء معامله، لو لا سمح الله، يعني هالشيء وارد في كل مؤسسه، اكيد اكيد، حيوا اداره الثقافه المروريه ونحل مشكلته ان شاء الله. طبعا الملازم يوسف الجابري من اداره الثقافه المروريه، شكرا لوجودك معنا وعلى المعلومات، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك، يعطيك العافيه. مشاهد